بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا لاجل تعليمنا جزء من رساله معلمنا يعقوب الرسول في الاصحاح الاول في عدد 19. اذا يا اخوتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجهه وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مضبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. وإحنا في نهاية هذا العام، شهر ديسمبر العام الميلادي، بيهمنا الإنسان وإحنا في فترة الصوم إن إحنا نراجع مبادئنا الروحية. المبادئ الروحية للإنسان المسيحي. ومن الأمور الجميلة في الكتاب المقدس إنه بيقدم لنا تعاريف محددة للموضوعات الكبرى. فمثلا لو سألت سؤال ما هي المحبة؟ هلاقي إجابة كاملة في الإصحاح 13 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى. والإصحاح كله يعتبر بمثابة تعريف شامل وجامع ومانع لمعنى المحبة. ويبقى التعريف ده بمثابة قانون في حياة الإنسان، لأن أهم سمة في القانون إنه يبقى واضح. والكتاب المقدس مليء بهذه التعاريف كثيرا. على سبيل المثال في رسائل معلمنا بولس الرسول توجد تعاريف كثيرة. مثلا في الإصحاح رقم 11 بيتكلم عن الإيمان، فيقدم تعريف محدد: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. تعريف محدد. وأهمية التعريف المحدد في حياتنا إن الإنسان يقدر يقيس عليه نفسه. أقدر أقيس نفسي
ماشي صح، ماشي حسب الوصية، حسب القانون الكتابي. أحد التعريف القوية التي يقدمها الكتاب المقدس يقدم تعريفاً عن الديانة، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب. قديس يعقوب في الرسالة، يعقوب الرسول في رسالته، بنسميها هذه الرسالة من أدب الحكمة. والرسالة كلها بتدور في حكمة حياة الإنسان على الأرض وموضوعاته الكثيرة. يمكن من أكثر الموضوعات اللي بتشغل بال الإنسان في حياته على الأرض الكلام. فالقديس يعقوب الرسول يفرد إصحاح كامل، هو الإصحاح الثالث في الرسالة، ويتكلم عن اللسان والكلام وعن الحكمة التي من الأرض والحكمة التي من السماء، ويشرح الموضوع في شرح رائع وكامل وواضح لكل أحد. بمناسبة أن احنا في نهاية السنة، حبيت أكلمكم عن هذا الموضوع، موضوع الديانة الطاهرة النقية عند الله. وباعتبار أن احنا بعد أيام قليلة تبدأ أو يبدأ شهر كياك، شهر التسبيح، وبنعيش فيه تسبيح جميلة وصلوات جميلة، وبنحط النموذج الجميل لأمنا العذراء مريم فخر جنسنا، بنحطها قدامنا طول هذه التسبيح لعلنا نتعلم ونأخذ من قامتها الروحية. القديس يعقوب الرسول بيقول: إن كان أحد فيكم يظن أنه دين، متدين يعني، وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. دي أول نقطة. ممكن الإنسان يحمل ديانته وإيمانه المسيحي من خلال بطاقة الرقم القومي مثلا، أو من خلال اسمه، أو من خلال حياته بصفة عامة. ولكن مفتاح الديانة الحقيقية المقبولة أمام الله هو الإنسان الذي يلجم لسانه. تعبير قوي جدا، يلجم لسانه يعني بإنسان واخد باله من كل كلمة بيقولها. والمفتاح ده هو المفتاح الأصيل، لأن إحنا الأنشطة اللي بيعملها كل إنسان في حياته اليومية متعددة، لكن يقف على قمتها نشاط الكلام والاستماع والكتابة والقراءة. دول أكتر أربع أنشطة يمارسهم الإنسان في كل يوم. يعني مثلا ممكن الإنسان في نهاره بيأكل وبيتكلم، كل دي أنشطة بيعملها، لكن في ليله ما يقدرش يأكل طبعا وهو نايم، لكن ممكن يتكلم، يتكلم في حلم أو يتكلم كتعبير نفساني بأي صورة. لكن المفتاح في ديانة الإنسان الحقيقية هو أن يلجم لسانه، حط معيار. وعلى رأي القديس داود النبي لما قال: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. الكلمة اللي بتقول والموضوع اللي بتتكلم فيه. وزي ما احنا شايفين في العالم كله قنوات كتيرة وإذاعات كتيرة وميديا كتيرة تملأ الهواء أو تملأ العالم كله والفراغ بالكلام، وفي محطات لا تنتهي ليل ونهار بتتكلم. لكن انت اعلم انه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، ولا احد فوق هذا القانون. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الكلمة اللي بتقولها وبتقولها لمين وبتقولها ازاي،
وأشكالها وألوانها وأثرها وما يصاحب الكلام بتاعك من حركات عينيك حركات إيديك إلى آخره. حط ده قدامك مهم، مبدأ مهم جدا، وانت كده بتستعد لجلسة اعتراف مع أب اعترافك مع نهاية السنة، وبتصفي قلبك من كل شيء. ابحث في الموضوع ده واعرف كده، إن كان أحد يظن أنه دين ولا يلجم لسانه بل يخدع قلبه وتقع في خطية اسمها خطية خداع النفس، تخدع بتضحك على نفسك. دي أول مفتاح في الموضوع. المفتاح الثاني، إن يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله، ديانة وطاهرة ونقية. الإنسان علشان يعيش هذا المفهوم لازم يعرف أن البشر على أنواع ثلاثة. في نوع بنسميه الإنسان الطبيعي، الإنسان الذي يعيش الإنسانية، مبادئ إنسانية، أفكار إنسانية كإنسان، باعتبار أن الإنسان هو قمة الخليقة. الله بعدما أوجد هذا الكون كله وخلق مخلوقات الأرض كلها، وضع على قمتها الإنسان وقال له أنت بمثابة الملك لهذه الخليقة، وبمثابة أنك أنت الساكن في هذا القصر اللي هو الخليقة. في إنسان بيعيش بحياة إنسانية، تلاقي عنده أخلاق، علاقاته إنسانية، وعايش في أي مجتمع بالطبيعة الإنسانية فقط. وفي إنسان ينحدر عن طبيعته الإنسانية فيصل إلى ما نسميه الإنسان الجزداني، وهو الشخص الذي يعيش على مستوى التراب أو مستوى الجسد فقط، فالجسد من التراب. وده شخص يقع في خطايا متنوعة وأشكال متنوعة من الخطايا، إن كانت حب الشهوة، إن كان حب القنية، إن كان حب التطلع والمناصب، بأي صورة بقى من الصور. ده لو انحدر عن إنسانيته، ممكن يعيش بقى في الخطأ وفي الإرهاب وفي الجريمة وفي العنف وكل الصور دي. وفي إنسان يرتقي فوق المستوى الطبيعي فيصل إلى المستوى الروحاني، ونسميه إنسان روحاني. وروحاني هنا يعني الروح هو الذي يقوده، وهو ده صاحب الديانة الطاهرة النقية. طب نفرق ما بينهم إزاي؟ الإنسان الروحاني يعيش حياته ممزوجة بين جهاده الروحي وبين النعمة الإلهية. هو إنسان يجاهد روحيا، عنده حياة روحية، عنده مبادئ روحية، وعنده جهاد. والجهاد يعني حاجة فيها تعب، الجهاد الروحي ده، ويجاهد ويا نفسه أولا، إن كانت صلواته، إن كانت أصوامه، إن كانت كل معاني الحياة الروحية، قراءاته الروحية، خدمته، التفاصيل دي كلها. لكن إنسان صاحب جهاد، لكن أيضا هذا الجهاد ممزوج بالنعمة الإلهية. ولذلك العلامة بتاعته إنك تلاقي إنسان دايما فرحان، فرحان
هو بيجاهد بيتعب، لكن جهاده ده مفرح بالنسبة له. حتى أن واحد من القديسين قال أن رائحة عرق تعب الصلاة أزكى من كل البخور. يعني ريحة البخور الطيبة ده هي والجميلة، العرق بتاع الصلاة له رائحة أزكى من رائحة البخور. ده الإنسان الروحاني. وإنسان يعني بتعبير الكتاب حسب سفر اللاويين يقول ملتوت بالنعمة، ممسوح بالنعمة، ممزوج بالنعمة. والشخص اللي بالشكل ده تجد علامته أنه إنسان فرحان، وتجد علامته أنه ينظر للحياة أن يد الله هي التي تقود كل خطوة. بنقولها كده: حسب مشيئتك يا رب أنا أعيش. وزي ما بنصلي كلنا في اليوم أكثر من مرة ونقول: لتكن مشيئتك، مشيئتك يا رب في حياتي. ما يفهمهاش دي غير الإنسان الروحاني. أما إذا كان إنسان على المستوى الجسدي، المستوى الطبيعي متأسف، فهو إنسان يحاول أن يجاهد ولكن بدون نعمة. هو فاكر الحكاية يعني بدراعه، أو الحكاية بشطرته، أو الحكاية بممارسات جافة لبعض الطقوس أو الصلوات أو القراءات إلى آخره، عشان كده ما يلاقيش تعزية قوي. ونلاقيه عايش في المجتمع، يعني المجتمع هو اللي مالي عليه حياته، يعني أي مجتمع طبعا. أما النوع المتدني جدا فهو الإنسان الجزداني، وهذا الإنسان الذي لا يرتبط لا بجهاد ولا بنعمة. لحياته فيها جهاد، جهاد روحي، ولا يجاهد لكي ما يرتقي روحيا. والنعمة الحاضرة في كل وقت وفي كل حين لا يأخذ نصيبا منها. نرجع ونقول: الديانة الطاهرة، الديانة الطاهرة النقية عند الله تحتاج هذا الإنسان الروحاني. فوإحنا في نهاية السنة وإنت بتراجع حياتك الروحية ونفسك تبقى أحسن، تبقى أفضل، راجع على هذا المقياس. راجع هذه الحياة لو كانت في مستوى معين ارتقي وتقدم. والأصوام هي الفرصة المناسبة جدا إن الإنسان يراجع مبادئ حياته الروحية ويتقدم روحيا. ودايما خد بالك إنك ما تبتديش صوم وتنهيه وما تكونش اتغيرت فيه. ده فترات الصوم هي فترات لتغيير، تغيير للأفضل للحياة. يعني في كل درجة صوم، في كل وقت صوم، بترتقي للأفضل للأحسن. خطية شلتها، ضعف بعدت عنه، كسل بطلته، هو ده جهاد الصوم. وبعدين بضيف فضيلة لحياتي، بنتبه أكثر في صلواتي، بنتظم أكثر في قراءاتي، إلى آخر التدريب الروحية في حياتي. عشان كده الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب تحتاج هذا الإنسان الروحاني الذي يعرف تماما أن القداسة من الداخل، ويعرف تماما الإنسان الروحي ده وصية ربنا يسوع المسيح: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. وده نفس اللي قاله القديس بولس الرسول، بس قاله كده بإحساس قوي: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أو بالمسيح الذي يقويني.
دي نقطة تانية. النقطة الثالثة، لما بيدخل في هذا التعريف، تعريف الديانة، بيحطن لهذا التعريف جناحين. وكلمة جناحين هنا يديك التعبير بالسمو، على رأي داود النبي في مزمور 55 لما بيقول: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. جناحين يرفعوا الإنسان عشان يبقى إنسان روحاني. أول جناح يقول كده: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. كان في الحياة الاجتماعية القديمة في زمن السيد المسيح وفي القرون الأولى أن الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا هم اليتامى والأرامل، باعتبار ما فيش أي سند اجتماعي لهم، ما لهمش دخل، ما فيش تأمينات اجتماعية زي ما موجود عندنا، ما فيش رعاية اجتماعية، ما فيش اهتمام بأي شيء، ما فيش أعمال، وبالتالي تصير الجناح الأول للديانة الطاهرة النقية علشان تبقى ماشي صح افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. وده يا إخوتي مقياس، بتفتقد يتامى والأرامل، تسأل عليهم، بتقف جنبهم، بتدور عليهم، بتحس بيهم، بتقدر تساعدهم. ومقصودش المساعدة المادية فقط، ولكن أقصد كل أوجه المحبة وأعمال الرحمة اللي ممكن تتقدم. لكن أبسط حاجة هي أن الواحد يسأل عنه. افتقاد اليتامى والأرامل، والمعنى الكبير في الآية دهية أن الإنسان لكيما تكون ديانته طاهرة ونقية وحقيقية، أنه يجب أن يبحث عن كل إنسان في كل ضيقة، اللي زي اليتامى والأرامل، أي شخص في أي ضيقة. والعالم مازال يحتاج، وكل مجتمع مازال يحتاج، وفي أي مجتمع زي مجتمعنا المصري في طبعا فئات كثيرة محتاجة. وأيضا لا أقصد الاحتياج المادي وإن كان له أهميته، ولكن أقصد الاحتياج حتى الإنساني. أنا فاكر مرة في دولة غربية فيها نظام لطيف قوي، إن أي إنسان عنده وقت يروح يسجل في البلدية بتاعت المدينة مثلا، يقول لهم أنا فاضي من يوم الثلاث مثلا من 11 الصبح للساعة 4، ودوني أعمل أي عمل خيري فيها. تتجمع الطلبات ده هي الناس اللي عندها أوقات وقت، والوقت ده عطية غالية. وفي المقابل تتجمع احتياجات لناس: إنسان مريض مفيش حد جنبه، إنسان مسن، إنسان معوق أو معاق، إنسان وحيد، امرأة مش لاقي حد يخدمها، متقدمة في الأيام أو في السن. يوم يوزعوا الناس اللي عندهم أوقات على هذه الأسر التي تحتاج احتياجات. مرة من المرات زرت واحد معاق تماما، ربنا يحافظ عليكم جميعا، ما بيقدرش يتحكم في جسمه فبيقع من على الكرسي، فربطينه في الكرسي اللي قاعد عليه، بعرفش ينطق. فزرته مرتين يومين ورا بعض. فأول يوم لقيت شابة موجودة افتكرتها بنته، لكن اكتشفت بعد كده انها انسانة رايحة تخدم 3-4 ساعات متعرفوش، مش قريبته. وتاني يوم رأيت راجل كبير، او يعني
رجل كبير في السن شوي لكن عنده قدرة خدمة، جاي يخدم هذا الإنسان المعاق. وهذا الإنسان المعاق لا يعمل فيه غير أصبع قدمه الكبير فقط، فعملوا له كمبيوتر مخصوص وعملوا له ماوس مخصوص عشان يحركه برجله. وهذا الرجل خد جائزة كبيرة لأنه قدر يألف سيمفونية كاملة عن سفر النشيد. القصة دي في السويد، والرجل ده اسمه ماتس، وخد جائزة كبيرة أنه قدر يحول سفر النشيد إلى سيمفونية موسيقية، وهو إنسان معاق. مين بيخدمه؟ مين بيقضي له احتياجاته؟ مين بيساعده في الدواء بتاعه؟ مين بيعمل له الأكل؟ أفراد متعددين يقدمون وقتاً. أتمنى أن نظام زي كده يبقى موجود. افتقاد اليتامى والأرامل. ولذلك عندما يوجد مجتمع فيه طاقة ضائعة، طاقة شبابية ضائعة، طاقة رجال ونساء ضائعة، ممكن أقعد بيني وبين نفسي أقول خسارة، خسارة الوقت اللي بيضيع ده. ده الوقت ده ممكن أخدم بيه إنسان، ممكن أساعد إنسان في مذاكرة أو في دراسة، ممكن أساعد إنسان له احتياج شديد. ويوجد عدد من البشر وفي مجتمعاتنا المصرية يحتاج حتى مكالمة التليفون، مكالمة التليفون. وممكن يكون إنسان أو إنسانة لوحده، ظروف الحياة، كل اللي حواليه، اللي راح السماء واللي سافر واللي هاجر واللي مشغول، ويبقى الإنسان وحيدا. وإذا لم يسأل عنه إنسان يصير غريبا. والمعاناة النفسية معاناة شديدة. ولذلك إن أردت أن تعبر أن لك ديانة حقيقية وطاهرة ونقية، يجب أولا أن تفتقد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. وطبعا أنا ما أقدرش أقول الافتقاد اللي هو يعني النظري دي ولا الشفوي، ولا نيجي كده على العيد نزورهم ونجيب لهم حاجة وتبقى خلصت القصة. لا، في احتياجات أكثر إلحاحا وأكثر عمقا. ولذلك أنا أدعوك أنك أنت تفكر إزاي تبحث عن هؤلاء، إزاي نخدمهم. يعني الأم اللي عندها طفل، ولد أو بنت ذو إعاقة شديدة، سواء حاجة فيزيكال، حاجة جسدية، أو حاجة منتال، حاجة ذهنية، هذه الأم وهذا الأب يحمل وتحمل عبء ثقيل جدا. إيه رأيك إنك ممكن تريحهم ساعتين ثلاثة في اليوم؟ ساعتين ثلاثة إنك تاخد بالك بس من الولد ده أو البنت دي، إنك تقعد وياه، إنك تتحمله، إنك تتأمل حياته. وقد يرسل لك الله رسالة من خلاله. افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. قد يكون هذا الإنسان في أسرتي أو عائلتي أو أصدقائي أو معارفي، أو مجرد أنه إنسان في المجتمع ويحتاج هذه الخدمة. وبدل ما يبقى عندك وقت بيضيع في اللا شيء، وبدل ما يبقى، أنا لما بشوف الأخبار ولا بطالع بعض الحاجات ولاقي شباب كتير وقتهم ضايع في لا شيء، في قلبي يكون هناك حزن. خسارة الوقت ده، وخسارة أن طاقتك دهية ممكن أنه يحتاجها إنسان في أشد الاحتياج له. مثلا المصابين بأمراض شديدة، بعض الأورام في طرحة، مطروحين في بعض المستشفيات أو المراكز العلاجية، وأحيانا تبقى حاجات كرونيك مزمنة فمحتاجة وقت طويل. مجرد سؤالك
مجرد اهتمامك، مجرد افتقادك، مجرد بحثك، هذه أعمال محبة يحفظها لك ويجمعها لك ربنا يسوع المسيح. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. عشان كده حط في بالك مع هذا الصوم وانك بتراجع نفسك انك لازم في حياتك يبقى هذا النوع من الخدمة موجود لكل أحد، لكل أحد، ولا تكتفي بالقشور، ادخل إلى العمق. الجناح الثاني للديانة الطاهرة النقية عند الله يقول كده: حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. الأولانية مسؤولية خارجية، افتقاد اليتامى والأرامل وإن كانت تنبع من القلب، ولكن الثاني مسؤولية شخصية، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. عايز أقول لكم الرسالة دي كتبت في القرن الأول الميلادي، ما كانش لا فيه تلفزيون ولا محطات فضائية ولا قنوات ولا ميديا ولا صحافة ولا موبايل ولا نت ولا شات، ما كانش فيه الحاجات دي خالص، وكان التواصل الإنساني ملوش غير صورة واحدة، الإنسان يقابل إنسان. ولكن هنا يقول لنا حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. العالم قد وضع في الشرير، وأنت لك مسؤولية شخصية عن نفسك، والدنس موجود في العالم، والشر موجود في العالم في كل حتة. والشر إن كان زمان محدود بحسب وسائل النقل أو وسائل المواصلات، النهاردة بقى بلا حدود، وبقى بكل وسيلة، وبقى متاح وعند أطراف الأصابع، الأصابع اللي بتضغط على الزراير في أي جهاز. هل تحفظ نفسك من دنس العالم؟ إحنا في صلاة الساعة التاسعة بنصلي وبنقول أمت حواسنا الجسمانية. طبعا مش المقصود الحواس بتاعتنا، النظر والسمع والحواس الجسمانية، لكن أمت الشر اللي فيها. فالحواس كما هي مداخل للمعرفة يمكن أن تكون مداخل للشر. لكن بما أنك في نهاية السنة وعايز حضورك وحياتك تكون حياة حقيقية، لازم يكون لك الجناحين. الجناح الثاني ده أن تعيش في هذه القداسة. يقول لنا الكتاب كده: إرادة الله هي قداستنا، قداستكم. وبهذه القداسة والنقاوة يستطيع الإنسان أن يعين الله. تصور واحد كده يعين الله وما عندوش هذه النفس المقدسة، أو الشر موجود في حياته. والقديس يوحنا ذهبي الفم يوحنا الدرجي، متأسف، القديس يوحنا الدرجي أو السلمي له تعبير لطيف قوي، يقول: الإنسان الطاهر هو الذي يطرد الحب بحب. هو يطرد حب الدنس أو حب الشهوة أو حب الخطية أو حب أي شيء بحب آخر أسمى منه. هو ده الإنسان الطاهر، من يطرد الحب بحب. في قلبك توجد محبات كثيرة، واحد بيحب التلفزيون يقعد قدامه، واحد قاعد قدام النت ساعات طويلة، واحد الموبايل مش بيسيب ايديه ولا عينيه، الحاجات الجديدة اللي داخلة في حياة الإنسان ده هي. ولكن يجب أن يتدرب الإنسان كيف يطرد محبة هذه الأجهزة واللي
بتساعد الإنسان على أي شكل من أشكال الخطية بأي صورة لازم يحولها لحب آخر، وإلا في السماء هتستخدم موبايل ولا هيبقى وياك تاخد وياك اللابتوب كده ومتقدرش تستغنى عنه؟ مش ممكن. مهما تعاظمت اختراعات الإنسان ستبقى للتراب وللأرض فقط. فاحترس لألا تكون هذه النهضات العلمية وهذا الاتساع أو الانتشار الإنساني الواسع يكون سبب في دنس في العالم. يقول كده: وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. اتخيل وياي كده لو واحد من القديسين زي القديس بولس الرسول كان منشغل بحاجات زي اللي موجودة في حياتنا النهاردة، هل تفتكر كان يقدر يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ ذاك أفضل جدا. إزاي بقى؟ ده هو مشغول بالحاجات اللي في ايديه واللي قدام عينيه واللي بتسهل له الحياة، وصار الإنسان غارق في الدنس. قدس حواسك، حط كده على كل حاسة من حواسك حارس. العين، اهرب من المكان أو المشاهدة الضارة أو الشخص أو المنظر، اهرب، أو على رأي الكتاب اهرب لحياتك. السمع، تجنب مجالس المستهزئين والسماعات الضارة. والتذوق، وواحد في بقه دايما حاجات كتيرة كده، الصوم يعمل لك كنترول على حياتك. في اللمس، اهرب من الأماكن المزدحمة واحفظ نفسك عفيفا. في الشم، احفظ نفسك من أمور كثيرة، بعض الروائح المثيرة أو المتعبة أو المغالاة في التزين، التنعم بصفة عامة. من فضلك احفظ حواسك نقية وامزج جهادك بنعمة الله. وقل له: رب أنا أوعدك، أوعدك مع اقتراب عام جديد، أبتدي وياك بداية جديدة يا رب، وأوعدك يا رب أن إيماني وديانتي ومسيحيتي تكون طاهرة ونقية وحقيقية، وأن أنا رب أوعدك من هنا ورايح أن يبقى لي الجناحين دول، افتقاد اليتامى والأرامل وكل من شابههم في الضيق، وأيضا حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. أوعدك يا رب أن أنا أعيش المفاهيم دهية وأعيش المبادئ دهية وأتمتع بيها وياك باستمرار. أنا بحب أشارك في تعزية الضحايا في أحداث المنيا الأخيرة دهية، وبرفع قلبي لربنا من أجل اليوم اللي يجي إن كل حدث يحصل يبقى في حدوده فقط. طبعا متأثر زي الكنيسة كلها من الضحايا اللي سقطوا، وأنا بعتبر إن ده ضحايا لعنف غير مبرر، وأيضا إن المشكلة اللي بتحصل في حدودها وأشخاصها يجب ألا تمتد، ويجب أن نحفظ الوطن. وأنا بأناشد أهلنا المصريين في هذه القرى إلى التعقل والحكمة وتضميد الجراح وعدم النظر للخلف والامتداد إلى الأمام من أجل السلامة ومن أجل هدوء الأحوال في هذه المناطق.
أيضا بحب أحيي أعضاء لجنة الخمسين اللي تعبوا خلال الشهور اللي فاتت في وضع الدستور الجديد. بحيي كل الأعضاء اللي شاركوا وتعبوا، الأعضاء الخمسين وقبلهم الخبراء، وطبعا المشاركين وياهم في كل الأعمال، وأنهم يوصلوا إلى دستور له صفة التوازن لهذا الوطن. وزي ما أنتم عارفين كان يمثل الكنيسة المصرية نيافة الأنبا بولا ونيافة الأنبا أنطونيوس من الجانب الكاثوليكي، والدكتور صفوت البياضي. طبعا تعبوا كتير، ونيافة أنبا بولا موجود ويانا تعب كتير في مع كل الأعضاء الخمسين في عمل مشترك وعمل جيد وسهر ومتابعة وتدقيق في الكلمة وربما في الحرف. والحقيقة يعني دي خطوة من خطوات التقدم لمصر، وأتمنى أنها تكمل بسلام، وفي نفس الوقت ده يدعونا جميعا كمصريين للمشاركة في الاستفتاء اللي هيعلن عنه، المشاركة الإيجابية. وأظن بنود الدستور الجديد كلها بتتزاع وبتتقال عشان يبقى كل واحد عارف كل شيء فيها. أنا بستأذنكم خلال الأسبوعين اللي جايين دول هبقى في سفر خارج مصر، فبنعمة المسيح الاجتماع نوقفه الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعديه، وإذا أراد ربنا وعشنا نتقابل يوم الأربعاء 25 ديسمبر لإلهنا كل ما.